للحرف اليدوية ذات الجذور العميقة في عمر الزمن مهارات لا تصدأ. هذه المهارات رافقت بحماس قيم التقاليد وقيمة الثقة ومتانة الروابط الاجتماعية. بعضها رغم ما جلبه النفط ومخرجات الإعلام ومجمعات التسوق وغرابة السيارات الرياضية من سطوة طاغية، بعضها ما زال حاضراً في مجتمعنا الإبداعي، خاصة لدى جيل من الرجال الذين كانوا شهوداً على الانتقال من الحياة الوديعة البسيطة إلى الثراء المفاجئ لوطنهم. هذا بيت قديم عتيق يعبق بنكهة كويت الأمس وبساطة حياة أهلها، تم إنقاذه من جرافات الحداثة من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، ليبقى مثالاً للعمارة التراثية الكويتية. تم تحويل هذا المنزل إلى مركز يسمى المرسم الحر، يجتمع فيه فنانو الكويت التشكيليون ليمارسوا حرفتهم وينشروا إبداعاتهم منذ ما يقارب 5 عقود. إحدى هذه الغرف تحتضن مرسم الفنان محمود أشكناني. حولت أمي منزلنا إلى مدرسة إبداع، تجلس يوميا وتعلم بنات الفريج حرفة الحياكة وتطريز الثوب الكويتي التقليدي التي اندثرت بل واختفت في وقتنا الحاضر. وكانت والدتي تشد قماش الجرجيس على إطار خشبي دائري يشبه الطار، ثم تناديني لأرسم أشكال التصاميم على القماش. هذا ما كنت أفعله، كنت أبتكر التصاميم لأثوابها. بعد انتهاء العمل بتطريز الثوب بالخيوط الذهبية الزري، تقوم أمي بضربها بالمدقاقة حتى تلمع، ثم تضيف الأقراص الذهبية البراقة الترتر إلى الثوب لتعطيه رونقا وجمالا. أبو غزال، هذا هو نوع الخيوط الذهبية التي كانت أمي تستخدمها. ما زلت محتفظا بكل أدواتها، مثلا ميزانها الذي كانت تزن به خيوط التطريز، ماكينة الخياطة، سلة الخيوط والإبر، والسجادة التي كانت تجلس عليها رحمها الله. كنت متعلقا بها بشدة، وتأثيرها علي ما زال قويا حتى اليوم. بدايات محمود أشكناني اتسمت بالتحدي، تحدي أقرانه الفتيان في الحي في حروب الجرافيتي. أظهر براعة افتقدها الفتيان الآخرون في سنه بالرسم على جدران البيوت كنزعة بدائية في التعبير تروي ظمأه الإبداعي. كانت مرحلة رائعة من عمره، ولم يكن يدرك حينها
أنه سيغدو فنانا تشكيليا. مدرس التربية الفنية في المرحلة الابتدائية كان صارما، وكان لا يسمح لأي طالب أن يعبث في حصته. سألني ذات مرة وهو ينظر بإعجاب إلى رسوماتي: كيف تفعل هذا؟ فقرر أن يعطيني ورقا أفضل نوعية من دفاتر الرسم العادية التي يستخدمها التلاميذ. كان يجلسني على طاولة منفردا ويعطيني أقلام الفحم لأرسم مشاهد مستوحاة من الحي. كنت أرسم ببعد منظوري وأوزع الإضاءة في اللوحة. انتقى أفضل رسوماتي وعلقها في ممرات المدرسة. بعد تخرجه من كلية المعلمين انتقل إلى عالم التدريس. طموحه وحماسه جعلاه حاسماً في ألا يسمح للكسل وهدر الوقت بملء فترة حصته، لذا حرص على بث روح المرح والمشاركة في نفوس تلاميذه، ملتقطا مواهبهم لإنتاج أعمال فنية يفتخرون بها. فن التصوير استحوذ على محمود، مما دفعه لالتقاط صور للعالم المحيط به، وخصص غرفة في بيته لأعمال التحميض، تطويرا لمهاراته التي برزت أيضا في النحت على الخشب دون تخليه عن التدريس والرسم. تطور عمله بدءا من مشاهد الطبيعة، أي الواقعية والانطباعية التأثيرية الرمزية، ثم التجريد البسيط، ومنها إلى التجريدية المطلقة. تأتيني أفكار اللوحة وأنا في حالة نشوة، بحيث أستطيع رؤيتها في مخيلتي وهي تتجلى بهيئات وأشكال مختلفة. يكون عملي تلقائيا، أنفذه لحظة تبلور الحلم في ذهني. لا أعتمد في أعمال التجريدية على التخطيط المسبق، بل أنفذه مباشرة وبعفوية. عندما تقرب اللوحة من مراحلها النهائية أجد نفسي في حوار معها، يدور نقاش ودي حول فرص الحذف والإضافة، ويستمر ذلك حتى نتوصل أنا واللوحة إلى اتفاق بيننا تعقبه حالة السكينة والرضا. كل لوحة هي بالنسبة لي ذكرى مجمدة في الزمن. أتذكر ظروف ومراحل كل لوحة. على سبيل المثال، لدى عودتي من لندن بعد العلاج الكيماوي المكثف،
كنت أتجول على كرسي متحرك وبالكاد أستطيع الوقوف. استفسرت في المرسم الحر عن أكبر مقاس لديهم من قماش الرسم وبدأت العمل. أردت أن أتحدى نفسي. اللوحة الأولى التي عملت عليها خلال علاجي في لندن كانت ضبابية تمثل حالتي الذهنية وقلقي. الألوان الباهتة، حركة الفرشاة المترددة، أفكار مشتتة، والنتيجة غير محددة. ومع ذلك كنت أرسم بلا انقطاع. أعتقد أن نجاتي كانت بسبب تركيزي على الرسم. العمل كان بالنسبة لي إلهاء لوضعي، وساهم كما أعتقد في شفائي. بعد عودتي للوطن كنت متحمسا بالرغم من الآثار المرهقة للعلاج الكيماوي. كنت أرسم واقفا تارة وأجلس تارة أخرى. كنت أتحكم في اللوحة، كنت منطلقا. لذا نلاحظ في هذه اللوحة ضربات الفرشاة المتنوعة إلى اليمين وإلى الشمال وإلى الأعلى والأسفل. أيضا اختياري للألوان الزاهية يعكس عودة التفاؤل والأمل. لوحة النخيل هذه أول لوحة رسمتها بعد عودتي، لذا أعتز بها كثيرا. يتأثر الفنان بشكل مباشر أو غير مباشر تقريباً بكل شيء، في بيئته، طفولته، مدرسته، عمله، الإعلام، الأفلام التي شاهدها، وكذلك التجارب الحياتية التي مرت ويمر بها. الحالة الإبداعية للفنان محمود أشكناني تثبت ذلك. تأثر فنه بعلاقته الحميمة بوالدته، بيئته الكويتية البحرية والبرية، بالمدينة القديمة، أسواقها، أبنيتها التراثية، مدينته الحديثة بنشاطاتها وضجيجها. تأثر أيضا برسومات الأطفال في مرحلة تدريسه لهم، وبسائر فنانيه المفضلين رامبرانت، فيرمير، وفان غوخ. لا تحتاج لإمعان النظر لتتحقق من ماهية هذه الكتل اللونية المتصارعة أمامك في محيط مساحات أشكناني. للوهلة الأولى وبكل بساطة تستطيع اكتشاف خرائطه المعمارية البارزة لونيا بإنسانية سكانها. مجاميعها البشرية تستوطن مدنه الملونة دون الإخلال بواقع الصورة اللونية التي خطط لها كأصل لفكرة المدينة الحية على لوح الرسم. بعد ذلك قام بترجمة حكايات هذه المدن وهؤلاء الناس بصياغات بصرية نهائية نلتقطها نحن كمشاهدين، وفي بعض الأحيان كجزء من هذه المدينة التي نقف أمامها نتأمل تفاصيلها ونتواصل مع حركة سكانها.
مدن وناس، تجربة فنية تجوب تخوم الحس الإنساني وترسم بقدر كبير من العاطفة دليل المدينة السياحي وأنشطتها اليومية، وتعرف في نفس الوقت بسكانها وواقع حالهم. إنها حالة من التوازن الفكري والعاطفي بين الفنان وبين مفهوم الفكرة الفلسفية التي تبحث عن لغة لونية بسيطة يترجم من خلالها الفنان مفاهيمه وانطباعاته اليومية. في الصيف كانت رياح الكوس الشرجي تهب على بيوتنا المجاورة للسيف شاطئ البحر، تصاحبها رائحة الصل وخشب الصاج، وكأنها تدعوني للتوجه لرؤية القلاليف صناع السفن، وهم يقومون ببناء السفن الخشبية كالبوم السفار والشوعي وغيرها. لا شك أن مشاهد التراث البحري تركت بصمات واضحة على أعمال الفنية. الصحراء في أعمال التجريدية الحديثة تبدو واضحة في المساحات الشاسعة من اللون الأصفر الباهت المائل إلى البني، تلاعب الكتل الرملية التي تكون الأمواج الرملية والمتموجة على جوانب اللوحة مكونة التلال بشكلها التجريدي، مع الإحساس باستمرار تدفق تلك الرمال المترامية على سفوح التلال. ليس من المسلم به أن نعبر عن جمال المرأة فقط من جسدها، فهي مصدر إلهام وخلق للإبداع كعنصر جمال، حتى من ملابسها، أيضا من حلقات الزهور التي تزين بها جيدها أو تضعها على رأسها. إنها حقا مصدر إلهام في أعمالي، تجدني أستخدم الألوان التي تفضلها النساء، فهي غنية بالعناصر اللونية التي تساعدني في تنفيذ أعمالي. فقدت بلد الكويت خلال فترة الغزو الصدامي الكثير من أبنائها رجالا ونساء، بين شهيد وأسير، ومن بينهم أقربائي. وبالرغم من ظروف الاحتلال العصيبة وصعوبة الحصول على متطلبات العيش الضرورية، لم أتردد في توثيق هذا الحدث المؤلم، وقمت بإنجاز لوحتين تمثلان مكانة أسرى وشهداء الوطن في وجداننا.
أحداث ما يسمى بالربيع العربي وما صاحبها من أعمال عنف شنيعة وتهجير لملايين الأبرياء من بيوتهم انعكست على أعمالي الفنية، فقمت بتنفيذ لوحات عديدة تسلط الضوء على واقعنا المؤلم وتنذر بتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر. في هذه اللوحة الجدارية التي تتكون من 3 أجزاء استخدمت فيها تدرجات اللون البني الذي يعكس كآبة المشهد: أطفال مشردون، مبان مدمرة، أسلحة فتاكة، وآمال محطمة. الفنان ليس بمنأى عن التحولات الحزينة التي تعصف بأمته. أقام الفنان محمود خلال مسيرته الفنية التي تقرب من 5 عقود معارض شخصية وجماعية في الكويت والدول العربية والأجنبية. من المعارض الشخصية المهمة التي أقامها بعنوان أحلامي في صالة تلال عام 2013. في اللوحات نجد تكوينات لبيوت أو شخوص يظهرون كأطياف عابرة في مخيلة مليئة بصخب الألوان المشحونة بالمشاعر. هي مزيج من الخيال والإيحاء، بينما انشغل أشكناني في لوحته بحالة التناغم بين درجات الأزرق الحالم ذي الرحابة السماوية. تأملات جمالية وعالم من الكتل الفنية وثقت اتجاهات الفنان محمود في معرضه الذي استضافته قاعة فا للفنون عام 2014. وصف محمود أشكناني معرضه بالعالم المطلق المجرد الذي لا حدود له. بالنسبة حق امتداد يمكن 4 معارض شخصية، هذا المعرض الرابع. طبعا المعرض الأولي كان معرض شامل، مجموعة أساليب كانت عندي. المعرض هذا ركزت على الألوان وركزت على الفيجر اللي يحتوي على مجموعة خطوط ومسحات لونية بالفرشات، وأيضا استخدمت فيها سشاشين معجون بحيث أني أمزج اللون عن طريق السكين مجموعة ألوان بمسحة واحدة. وهذه لازم أنت تحسب الحساب أنه يعطي أيضا منظور. ثاني شيء الألوان، بديت شوي شوي أختصر الألوان الزرقاء، كنت أستخدم كثير ألوان زرقاء قبل، بديت أدخل فيه اللون الرمادي، أدخل اللون البرتقالي، اللون الأحمر، دخلت اللون الحار والبارد بحيث ما تتنافر مع بعضها. طبعا هناك اللوحة تحتوي على مجموعة رموز، فيجرز، مباني، أعمدة، أحيانا تكون على شكل محيطات، أحيانا على شكل أراضي، على بعضها كلها تكون لوحة متكاملة.
افتتحت معرض أحلام إثنان في مدينة دبي بغية نقل الصورة الفنية الحضارية وإعطاء الجمهور فكرة عن رقي الفن التشكيلي الكويتي، خصوصا وأن مدينة دبي تعتبر وجهة سياحية عالمية تحتضن مختلف الجنسيات. أعمال التي عرضتها في مرسم فاطمة لوتا بحي الفهيدي التاريخي هي انعكاس لما تحمله أحلامي من معان تدل على مشاعري كفنان. تعمدت عدم وضع عناوين لأعمالي بحيث يستطيع الزائر أن يشاهد اللوحة بزاوية مختلفة عما هي مقصودة من قبلي، وهذا ما يعطي لوحاتي عدة تفاسير يستطيع الزائر استنتاجها بدل أن يكون لها تفسير واحد معين. تجربة ملتقى الفنانين في ورشة عمل السمبوزيوم خارج الكويت وفي أوروبا بالذات أضافت لي خبرة فنية إيجابية أثرت في مسيرتي الفنية، حيث يعمل في هذه الملتقيات كل بطريقته وأسلوبه والكل يستفيد من الآخر. أضف إلى ذلك فرصة تعرفهم من خلالي على مستوى الفن التشكيلي في الكويت. تتعرض الأعمال الفنية مع مرور الزمن للتلف نتيجة قدم بعضها وتأثير العوامل الجوية كالرطوبة وكذلك التخزين السيء أو تعرضها للإضاءة لفترات طويلة. كل هذه العوامل تساهم في بهتان ألوان اللوحة وفقدانها لنضارتها. لذا تقوم الدول بترميم إرثها الفني وحفظ مكانته وقيمته بغية الحفاظ عليه للأجيال المتعاقبة، إضافة إلى الحفاظ على قيمته المادية.
مع غزارة الإنتاج الفني للفنان أشكناني، قام بترميم مجموعة من اللوحات القديمة من مقتنيات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لفناني الكويت والعرب. وعلى سبيل المثال لوحات المرحوم الفنان محمد الدمخي والمرحوم بدر القطامي وعبدالله القصار والفنان محمد السمحان ومحمد البحيري، مصطفى الديب، يوسف قاسم، جعفر دشتي والفنانة صبيحة بشارة وغيرهم. ما زلت أناظر أعمالي القديمة مع لوحاتي البيضاء الخالية من الألوان، وأنتظر ما تمليه علي خواطري وأحاسيسي وشجوني مما يحدث حولي من أحداث وأحلام لم تتحقق. كذلك ألواني التي تنتظر دورها لتلعب على سطح الكانفاس كأنها على خشبة المسرح لتقدم أفضل ما لديها من أداء بمصاحبة الفرشاة التي تقوم هي أيضاً باختيار مسارها بين أزقة المساحات والألوان. من هذا المنطلق أصبحت كل تلك المعطيات جزءاً من حياتي كالطعام والشراب، لا يمكنني الاستغناء عنها، فأنا بدونها لا شيء، ومن خلالها أشعر بأن الحياة تسير معي وفق ما أرغب بشكل إيجابي وممتع، ولا يمكنني أن أتوقف عن هذا العطاء، فالحوار ما زال مستمرا. محمود أشكناني.